تطرقنا إلى الشكل الأول من أشكال الأول للتضاريس يتعلق الأمر بالقمة. النقطة الثانية أو الشكل الثاني لهذه الأشكال التضاريسية الأولية هو السليل. فماذا نقصد بالسليل؟ السليل هو الشكل الأول للتضاريس، وهو المكان الذي تنتهي إليه الانحدارات. لاحظوا هنا، يمكن أن نقول على أن هذا التعريف هو تعريف مقابل للتعريف الذي أعطيناه للقمة، حيث قلنا بأن القمة هو المكان الذي تبتدئ فيه الانحدارات، على عكس ذلك فالسليل هو المكان الذي تنتهي إليه الانحدارات. من طبيعة الحال أن انتهاء الانحدارات قد تكون محلية وقد تكون أكبر بمجالات أكبر، وبالتالي يمكن أن نقسم ما بين سليل محلي وسليل عام. على أن السليل أو السيلان تتخذ أشكالا مختلفة، فنلاحظ هنا كما سنرى فيما بعد أشكال مختلفة. نلاحظ هنا في هذه الصورة توبوغرافية أو مجال توبوغرافي تضاريسي يتكون أولا من قمم، هنا قمة عن اليمين وقمة عن الشمال، ثم هذه القمة تشرف أو القمتين تشرف على صفحين، نقول بأن هذا الصفحين متناظرين، أي أن الأول ينظر نحو الآخر، ولكن هذا الصفحين أو انحدار هذا الصفحين يتصل أو يتلاقى في نقطة معينة. هذه النقطة أي عبر هذا السفح ينطق في نقطة معينة هي ما ندعوه السليل. إذن فهو التقاء بين صفحين متناظرين في نحو الأسفل، ويعتبر من طبيعة الحال هو أخفض نقطة محليا باعتبار السفوح وباعتبار القيمة. هنا نأتي إلى الخريطة التي أمامكم والتي ما زلنا نشتغل عليها، وهي خريطة إيتوريل. وانطلاقا من هذه الصورة اللي هي صورة عبر القمر الصناعي انطلاقا من جوجل أرث، نلاحظ هذا الحوض، أي حوض أو معروف بحوض أي زياد موجود في أسفل الخريطة، يتكون من أولا من قمة اللي هي على شكل كما رأينا قمة خطية عبارة عن عرف. لاحظوا الشكل الذي يتخذه العرف، العرف هو الشكل يعني خط متعرج عبارة عن نصف دائرة، حيث هناك سفح شمالي في الشمال المغطى بالغابة وسفح جنوبي. إن هذا العرف، هذه القمم تدور ارتفاعتها حوالي 1100 متر، ما بين 1100 و1050 متر. إذن هذه القمة الخطية، هذا العرف يشرف من ناحيتين، من ناحية الشمال الغربي والشمال نحو الجنوب والجنوب، الشمال الشرقي والشمال، وسفح آخر نحو الجنوب والجنوب الغربي. إذن يشرف هنا بسفح، لاحظوا السفح يمتد من القمة إلى الواد، قاطعا بذلك مجالات انحدارية مختلفة، سنعود لهذا عندما نتكلم عن السفوح. وينتهي الانحدار في واد الزاد، أي في نقطة 845. معنى هذا أن واد الزاد هنا يعتبر هو السليل المحلي لهذه القمم ولهذا العرف اللي هو أدنديم. إذن السليل كما ترون هو سليل، هو أخفض نقطة ارتفاعية محلية، أو إذا أردنا سلسلة أو توالي نقط تعتبر أخفض نقط محلية. إذن هذا مقصود. إذن إذا رأينا هذا على الخريطة التي أمامكم مباشرة، هو نفس المنظر، نفس المكان، نلاحظ نفس الشيء. لاحظوا كيف تعمل خطوط التسوية، لاحظوا العرف، لاحظوا العرف اللي باللون الأحمر الآن كيف أصبح في الخريطة، هو عبارة عن
خط أسود مسنن، يعني هذا كما قلنا سابقا على أن الانحدارات هنا في عالية هذا السفح وفي القمة عبارة عن أجراف حادة انحدارتها تصل إلى 90 درجة. ثم لاحظ السفح كما سنرى أنه سفح متدرج من حيث الانحدار، حيث المستويات الارتفاعية والسوية تقترب في الأعلى وتبتعد كلما اتجهنا نحو السافلة، ثم تنتهي عند وادي الزات اللي هو نقطة 845 السليم. إذن هكذا نكون معنا الأجزاء الثلاثة القمة والسليم. إذن القمة والسليم، لكن هنا لابد أن نلاحظ شيء مهم. لاحظوا معي على أن القمة رغم أنها تكون هنا خط فهي محدودة في المجال، أي أنها لا تشغل مجالا متسعا. نفس الشيء للسليم، لاحظوا بأن السليم هو عبارة كذلك عن خط، أي النقاط الموجودة على المجرى المائي لوادي الزات. ماذا نستنتج؟ نستنتج على أن تضاريس اليابسة تتكون فعلا من هذه الثلاث عناصر الأساسية، ولكن مع اعتبار أن المجالات التي تشغلها القمم والمجالات التي تشغلها السلال هي مجالات محدودة، وبالتالي يبقى المجالات الأكثر انتشارا على سطح الكرة الأرضية هي السفور، وبالتالي فهي ذات أهمية قصوى في التضاريس، بمعنى أنه جاز لنا أن نقول على أن التضاريس على سطح الأرض هي تضاريس للسفوح باعتبار أنها تشغل أكثر المساحات. وهذا هو الشكل الثالث من الأشكال التضاريس الأولى الذي سنتناوله وهو السفح. فماذا أقصد بالسفح؟ إذن تعريف السفح هو مرتبط بالتعريفين السابقين، أي تعريف القمة وتعريف السليم، بمعنى أنه إذا فصلنا القمة والسليل فكل ما هو موجود سيبقى السفح، بمعنى آخر أن السفح هو المجال أو المكان الذي يفصل ما بين القمة والسليل، إن كل مجال يفصل بين هذين الشكلين فهو السفح. بطبيعة الحال سنرى بأنه يختلف من عدة أشياء، من عدة على اعتبار عدة عناصر، ولكن يبقى هو ذو أهمية قصوى في تحليل التضاريس. إذن نأخذ هذه الصورة كما تعودنا، فهي تتكون من المجال العلوي اللي هو عبارة عن قمة، ثم مجال سفلي اللي هو السليل. الأمر أصبح الآن واضحا، القمة والسليل، يبقى ماذا؟ يبقى ما يفصل ما بين هذين المجالين المحدودين هو ما نسميه بالسفح. إذن هذا المجال هو ما يسمى بالسفح لوفيرس. طيب، لكن السفوح ليست واحدة، السفوح تختلف على عدة اعتبارات، تختلف من حيث طولها أو قصرها، تختلف من حيث انحدارها، تختلف من حيث ارتفاعات علاقة بارتفاعات النسبية، وتختلف حسب الشكل أو المظهر الذي تتخذه. سنقف هنا على اختلافين أساسيين يهمان التحليل التضاريس. أولا الاختلاف بين السفوح حسب أو ارتباطا بقيمة انحدارها بالدرجات أو بالنسب المئوية، حيث يمكن أن نميز باعتبار زاوية الانحدار وهي الزاوية التي نسميها عرفا بالزاوية بيتا، أي الزاوية التي تفصل أو التي تحد ما بين مستوى وهمي اللي هو مستوى الأفقي أش وما بين أقصى انحناء للسفح، فنميز على اعتبارا لهذه الدرجة واعتبارا لهذه الزاوية بين عدة أنواع من السفوح. ولهذا يمكن أن نقول بأن هناك سفوح غير انحداراتها غير محسوسة، أو سفح غير انحدار غير محسوس، معناه أننا نمر من مجال في السفح داخل السفح إلى مجال داخل السفح دون أن نشعر بانحدار فيه، وهذا عندما تكون هذه الدرجة الدرجة بيتا تتراوح ما بين 0 درجة و3 درجات، أي حوالي 5%، مع
احنا انها انه لا يكون الانحدار او السفح سفح خفيف جدا، وهذا له دلالات كبيره في التحليل التضاريسي وفي خصوصا في عمليات التعريه، حيث تكون هذه السفوح تتميز باستقرار كبير باعتبار ان انحداراتها انحدارات خفيفه. ثم هناك سفوح او انحدارات وسفح انحدارا ضعيفا، اي هناك انحدار ولكنه خفيف جدا، مثلا عندما يكون يتراوح ما بين 3 و10 درجات او 18%. في هذه السفوح تكون التعريه تعريه بسيطه، وان تكون الجريان المائي مثلا يكون جريانا غشائيا اونلاك، ولا يكون تركز للسيول ولا يكون تركز للتعريه، وهذه تعتبر كذلك هذه السفوح من السفوح المستقره التي تتميز باستقرار وبتطور التربه وبانشطه فلاحيه معينه الى غير ذلك. معنى ان هناك اثر لهذا الانحدار ولهذا النوع على مظهر السفح وعلى الانشطه التي يمكن ان تزاول فوقه. ثم النوع الثالث من الانحدار هو الانحدار المتوسط، اي عندما تكون زاويه الانحدار ما بين 10 درجات و 27 درجة و 51%. هذه الانحدارات هي انحدارات متوسطة. تكون فيها التعرية، تتطور فيها تعرية معينة كالانحدارات التعمق الرأسي للتعرية، ويمكن أن تحدث فيها كذلك بعض تحريكات للمواد فوقها، اي تحريكات جماعيه على شكل مهيلات او على شكل انزلاقات. ثم هناك السفوح القويه، اي انحدارات قويه ما بين 27 35 حتى 40 درجه، اي 70 حتى 83%. واخيرا السفوح التي تكون قويه جدا، اي ان انحدارتها قد تصل الى درجه العموديه، اي الى درجه 90 درجه او اكثر من 85%. طيب، اختلافات هذه الانحدارات هو اختلافات قد تكون مرتبطة بعدة أشياء، ولكن أهم شيء الذي يتحكم في هذه الاختلافات كما سترون ذلك في الدرس المتعلق بالجيومورفولوجيا البنيوية هو عامل الصخر، لأن الصخر هنا له علاقة بالانحدارات وبالسفوح، ويمكن أن نقول على أن الانحدارات والسفوح هي انعكاس لما يوجد من صخر تحتها او نوع من الصخر الموجود تحتها او نوع من السحالات الفاسيس الموجوده تحت هذه السفوح، وبالتالي يمكن ان نقول وبشكل عام على ان السحالات الفاسيس ان السحالات التي تتميز بالمقاومه مثل الكيلس مثل الجرانيت مثلا هي سحالات تكون فيها الانحدارات القويه، وان السحالات التي تكون هشة مثل الطين ومثل الصلصال هي سفوح تكون السفوح المتطورة فوقها سفوحا ذات انحدارات ضعيفة أو غير محسوسة. إذن لنرى هذا على مستوى خريطة أيتوري. إذا لاحظنا في وسط الخريطة خصوصا في المجال الذي تقطعه باللون الأزرق الذي تقطعه قناة الركاد، نلاحظ إذا تبعنا الخط الأحمر الذي يعتبر هو متعامد مع خطوط التسوية، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ على أن هناك خطوط تسوية فعلا موجودة، ولكن لاحظوا معي المسافات التي تفصل ما بين خط تسوية وخط تسوية آخر هي مسافات كبيرة جدا، بمعنى أننا نقطع مسافة مجالية كي ننحدر كما تعلمون من مستوى خط التسوية إلى مستوى، وأنتم تعرفون على أن الخط الفارق بخط كما رأينا ذلك سابقا هو 10 أمتار، بمعنى أنه للنزول ب10 أمتار يجب أن هناك مسافة كبيرة، وبالتالي هذا ينعكس على الانحدار فيعطينا انحدارا خفيفا. بمعنى آخر أنه عند قراءتنا للخريطة إذا أردنا أن نتعرف على الانحدارات الخفيفة فهي المجالات التي تتباعد فيها خطوط التسوية، أي كلما تباعدت خطوط التسوية إلا كان الانحدار خفيف. على عكس
لاحظوا هنا الثاني اللي هو كذلك في نفس المنطقة ولكن في مجال الاتصال ما بين الوحدة الجبلية في الجنوب والوحدة السهلية إنسان الحوز ومن الأطلس الكبير والحوز، نلاحظ هنا بأن الانحدارات أصبحت تزداد. دليل عندنا هنا، لاحظوا الفارق ما بين خطوط السوية الآن أصبح يتقارب، وبالتالي أصبحت المسافات تقل وتتقلص، أي أن الانحدارات تزداد. فنقول هنا بأن انحدارات هي انحدارات متوسطة، على عكس لاحظوا هنا في إذا دخلنا إلى المنطقة الجبلية في نفس المنطقة فقط أننا ننتقل نحو الجنوب. ماذا نلاحظ هنا في أدراب بوعصابة في أقصى الجنوب؟ نلاحظ على أن خطوط التسوية هنا تكاد يعني تتلاقى، بمعنى أن المسافات الفاصلة ما بين خطوط التسوية هي مسافات دقيقة جدا، وهذا يعني أن الانحدارات أصبحت شديدة، بل أكثر من ذلك. لاحظوا على مستوى القمة فين البلاصة نكتب فيها بوعصابة، لاحظوا كما قلنا أصبحت الانحدارات تساوي 90 درجة. لماذا؟ لأنه تعذر علينا تمثيل الانحدارات بخطوط سوية ومثلناها بالخط المسنن، أي أن الجرف أي أن انحدارته هي انحدارات 9 درجة. وحتى داخل السفح لاحظوا عند نقطة 769 لاحظوا مجموعة كذلك من الخطوط السوداء المسننة التي تنظر نحو الشمال الغربي، معنى هذا أنه داخل السفح هناك انحدار قوي، ولكن في بعض المناطق يصل الانحدار إلى 90 درجة. معنى هذا معنى كذلك أن هناك اختلاف من ناحية الصخر، معنى أن هذا أن القمة أي أبو عصابة قمة تتكون من صخور مقاومة. لماذا؟ لأنه قلنا في أن الانحدار القوي يرتبط عادة بالصخور المقاومة، وأن السفح هو سفح مختلف من حيث الصخور أو السحنات التي توجد من العالية نحو السافلة. هناك انحدار قوي في الأعلى، تقارب شديد لخطوط التسوية، هذا يعني أن هناك سحنة مقاومة، ولكن لاحظوا عندما نتجه نحو الشمال في نقطة معينة يتغير الانحدار وتتباعد خطوط التسوية، معنى أننا انتقلنا من سحنة إلى سحنة أخرى، ويمكن أن نذهب أكثر دقة على أن هذا السفح تتخلله صخور مقاومة وصخور أكثر مقاومة، أي المجالات التي توجد فيها خطوطا سوداء مسننة. إذن ثلاث أشكال، لاحظوا ثلاث أشكال من الانحدارات على مستوى الخريطة: تباعد لخطوط التسوية انحدارات خفيفة، تقارب نسبي لخطوط التسوية انحدارات متوسطة، وتقارب كبير بين خطوط التسوية وخطوط مسننة سوداء، معنى هذا أن انحدارات قوية جدا. إذن هذا بالنسبة لاختلاف السفوح حسب قيمة الانحدار ودرجة الانحدار، ومن طبيعة الحال له أهمية قصوى معرفته ومعرفة قراءة اختلافات هذه الانحدارات وقيمتها، له كما قلت أهمية في التحليل كما سنرى في الدرس اللاحق في التحليل التضاريسي وفي التحليل عناصر الوحدات التضاريسية. ثم الاختلاف كذلك، الاختلاف الثاني لهذه السفوح هذه المرة ليس حسب قوة الانحدار، ولكن حسب المظهر الذي تظهر عليه، أي حسب الشكل الذي تتخذه، بحيث أنه يمكن أن نميز بين سفوح بسيطة وسفوح مركبة. ما معنى سفح بسيط وسفح مركب؟ سفح بسيط أي عندما يتكون من قطعة واحدة أو قطعتين، يعني ان سيغمون او دي سيغمون، اما قطعه واحده واما جوج. السفح المركب هو عندما تتكرر هذه الاقسام، اي معناه ان يصبح تكرار لما هو بسيط. كيف ذلك؟ كيف نميز؟ هي الاشكال الاول، نتعرف اولا على الانواع. السفوح البسيطه هي سفوح يمكن أن نميز بينها بين ثلاث أنواع: السفوح المنتظمة هي سفوح تتكون من قسم واحد، أي من القمة نحو السليل
تتكون من قسم واحد، أي انحدار منتظم من العالية حتى السافلة، من القمة حتى السليل. طيب كيف نعرف ذلك؟ قلنا بأن المسافات الفاصلة بين خطوط التسوية هي دليلنا على قوة أو ضعف الانحدار. طيب مزيد، معناه أن المنتظر في السفوح في مثل هذه السفوح هو أن تكون المسافات الفاصلة ما بين هذه النقط هي نفسها من القمة إلى العالية. مثلا إذا أخذنا على أن المسافة الفاصلة ما بين خط التسوية وخط التسوية هي نصف سنتيمتر، فنكاد نجد تقريبا نفس المسافة ما بين جميع خطوط التسوية من السافلة إلى العالية، معناه أن خط الانحدار سيكون خطا مسترسلا. هنا النوع الأول. النوع الثاني أو قبل ذلك، النوع الأول لماذا كيف نفسر هذا الانتظار؟ لماذا يوجد الانتظار؟ الانتظار معناه أن هذا السفح مكون من سحنات متجانسة، إما من سحنة واحدة من سرفاسياس أو دو بلوزيغ فاسياس، من سحنات متنوعة ولكنها متجانسة من حيث المقاومة، يعني دو ميم ريزيستونس. معناه قد تكون مثلا ان سفح واحد مكون من الصلصال، يعني ان الانحدار او ان التعريه ستعمل في سفح واحد مكون من ماده واحده، ورد فعل هذه الماده سيكون واحدا، وبالتالي الانحدار سيكون واحدا. او انه يتكون من سحنات مختلفه من حيث النوع ولكنها متجانسة من حيث المقاومة، يعني لها نفس المقاومة رغم أن مختلفة. مثلا لنقول مثلا عندنا الكلس والدولومي أو كلس الدولوميتي، يعني الكلس والكلس الدولوميتي هما سحنتان مختلفة ولكن مقاومتهما هي مقاومة متجانسة، وبالتالي سيكون الانحدار في هاتين السحنتين انحدارا واحدا. السفوح الثاني، النوع الثاني، هو السفوح المقعرة، يعني ليفيرسون كونفكس. السفوح المقعرة تتكون من قسمين. القسم الأول هو قسم علوي يتميز بانحدار قوي، وقسم ثاني هو قسم سفلي يوجد في السافلة أي بمحادثة السليل، وتكون انحدارته خفيفة. ويفصل ما بينهما ما نسميه ب التغيير في الانحدار، اي نقطة التغيير في الانحدار، يعني لو بوين دو شونجمون دو لا بونت، يعني هاد النقطة، يعني المجال او القسم الذي تنتهي فيه الانحدارات القوية وتبدأ فيه الانحدارات الخفيفة. معنى هذا السفح المقعر، معنى انه يتكون من سحنتين مختلفتين او من مجموعتين من السحنات المختلفة والغير متجانسة من ناحية المقاومة، حيث أنه في الأعلى ما دام أن الانحدار قوي، السحنات ستكون سحنات مقاومة، وفي الأسفل تكون سحنات هشة باعتبار أن هذا الجزء فيه أو تطورت فيه انحدارات خفيفة. الجزء الثالث من السفوح البسيطة اللي هي السفوح المحدبة، اللي هي لي فيرسون كونكاف. يزداد الانحدار باستمرار على، هي عكس، اذا ارتم باش نسهلوا الفهم ديالها، هي العكس ديال السفوح المقعرة. معناه ان العالية السفح او بداية السفح تكون انحدارتها خفيفة وتزداد في الاسفل، معناها انها تتكون من قسمين، القسم الاول علوي خفيف الانحدار، والقسم الثاني السفلي شديد الانحدار، ويوجد كذلك بينهما نقطة تسمى تغيير الانحدار من الانحدار الخفيف إلى الانحدار الأعلى، الانحدار الأقوى. وهذه السفوح عادة تتطور في المجالات التي تشتمل على سحنتين مختلفتين، سحنة مهشة في الأعلى وسحنة مقاومة في الأسفل. طيب إن هذه البسيطة، لكن هذه الأشكال البسيطة وهذه السفوح البسيطة قد تتركب،
بمعنى قد نجد سفحا كما رأينا في خريطة في أيتولير سابقا، قد نجد السفح تتداخل فيه هذه السفوح، بمعنى أنه السفوح البسيطة تتعاقد، مثلا كأن نجد مثلا سفح سفوح المحدبة والمقعرة، بمعنى أننا نجد سفح محدب في العالية أي خفة الانحدار، ثم انحدار قوي، ثم يلي في نفس السفح انحدار اللي هو انحدار انحدار اللي هو مقعر، بمعنى قوي ثم خفيف، بمعنى أنه في نفس السفح تتكرر السفوح البسيطة، وهذا نتيجة من طبيعة الحال ما نسميه بالتعاقب الصخاري الالتيرنونس دي فاسياس فصل دون لو فيرسون، يعني التعاقب الصخاري داخل السفح الواحد، بمعنى ان سفح واحد ولكن تتعاقب فيه مجموعه من السحنات المتغايره من حيث مقاومتها وتعطينا هذا النوع من السفوح. ثم السفح الثاني هو السفح المحدب المنتظم المقعر، بمعنى قد نجد في الاعلى محدب ثم في الوسط منتظم ثم في الاسفل مقعر، اذا هو مركب منه من الانواع البسيطه الثلاثه. ثم السفوح ذات الافريز الجزء العلوي الافريز السفوح ذات الافريز هي كما راينا في عرف ادنديم، عندما تكون الافريز او يكون عاليه السفح مكون من صخور جد مقاومه ودرجه الانحدار تصل فيه الى 90 درجه، هنا نتكلم عن سفوح ذات افريز حيث يكون الجزء العلوي انحدار قوي جدا. اذا هذه السفوح، اذا هنا تبسيط لهذه السفوح البسيطة. لاحظوا كيف تكون المنحنى التوبوغرافي التي ترسم خطوط سوية كيف يكون. إذا لاحظوا من عالية السفح إلى في الانحدار المنتظم، من العالية نحو السافلة نجد على أن نفس الانحدار نفس الزاوية بيتا من 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 عالية إلى السافلة، على عكس الانحدار المقعر. لاحظوا في العالية يكون الانحدار قوي، ولكن كلما اتجهنا نحو السافلة لاحظوا في السافلة يخف الانحدار، معنى هذا أننا بسفح مقعر، وعلى عكس السفح المحدب في البداية لاحظوا معي الانحدار الخفيف، ولكن في نهاية السفح أي عند السليل يكون الانحدار قوي، وبالتالي السفوح المركبة هي تركيب وتركيب لهذه السفوح البسيطة. إذن هذا بالنسبة للسفوح. الجزء الأخير أو الشكل الأخير من الأشكال التضاريسية هي الأودية، الأشكال المركبة. إذن هذه النقطة الرابعة، الأودية. أولا ماذا نقصد بالأودية؟ الأودية هي منخفضات مستطيلة منحنية من الأعالي نحو الأسافل، شكلتها المحاور المائية اللي هي الوديان أو الأنهار، والواد شكل ناتج عن تقاطع في الأسفل السفحين متناظرين كما رأينا من قبل على طول النقطة الارتفاعية المنخفضة للسليل، كين فهم ذلك. الأودية إما أن تكون على شكل حرف الذي، أي أن السفحين المكونين للوادي سفحين متقاربين، وهي هذه الأنواع من هذه الأنواع من الأودية تكون عادة في المناطق النهرية التي تتميز بجريان سائل. ثم عندنا الأودية الأمهودية الشكل، أي التي تتخذ حرف U، أي تكون منفرجة متسعة وقعورها عريضة. ثم عندنا الأودية الغرينية، قعورها عريضة كذلك ولكن منبسطة تشغلها محاور مائية غالبا تخطط منعرج منعطفات هائمة، أي أنها غالبا هذه الأودية تكون مرتبطة أو متلاصقة مع وحدات تضاريسية معروفة هي الوحدات السهلية. ثم عندنا الأودية الجبلية الأمهودية، وهذه الجبال هذه الأودية هي عادة تكون مرتبطة بالأنهار الجليدية. إذن حتى تكون الأمور
موضحة أكثر. نلاحظ الصورة هنا، لاحظوا عندنا سفحين الوادي المتناظرين كما قلنا، ويلتقيان نحو الأسفل في السليل، ولكن لاحظوا معي هنا أن الوادي يتخذ شكل U، معناه أنه هذا ما نسميه بالوادي الجليدي أو الأمهود، ويعتبر هذا من بين أشكال الأكثر انتشارا في المناطق الجليدية، ولكن كذلك يمكن أن نجده حتى في المناطق اللي هي خارج هذه المناطق الجليدية، حيث تكون الصخور هشة وبالتالي تكون التعرية الجانبية متسعة فتتسع الأودية. على عكس ذلك لاحظوا معي هنا الوادي على شكل حرف V، حيث لاحظوا ضيق لهذه الواد ويتخذ شكل حرف V. إذن اختلافات بينهما، اختلافات واضحة جدا. إذن هذان الشكلان يوضحان بالفعل الاختلاف.